37,777 سيارة مصغرة يمتلكها نبيل كرم، ما منحه مكانا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحتيم رقمه العالمي السابق، حيث يصف كرم حبه وشغفه بهذا الأمر بأنه هواية كبرت على مر السنين. ما أنا وزري بحب السيارات وبشارك بالسباقات وبشي، وكنت أعمل ماكيتات وديراميات وجمع سيارات، ومع الوقت تطورت وقت بلش أربح بطولة لبنان، بلش جمع أكثر سيارات، عربية سقطت العربية ربحت السباقات، وبعدين العربية اللي حبيتها وما فيني أجيبها وما فيني أشتريها، وتجمع شوي شوي جبت وكالات، ومع الوقت صار شغف تسلية، يعني أنا عندي كتير شغل وجهد بوقت التسلية. ويعرض كرم مجموعته الكبيرة في متحف إلى الشمال من بيروت، ويشتهر أيضا في لبنان بفوزه بسباقات الراليات وسباقات تسلق الهضبة، وذلك 9 مرات، كما أنه لا يعرف بشكل يقيني كم أنفق على جمع مجموعته، لكنه يجمع السيارات منذ فوزه بأول لقب قبل 30 عاما، وأغلى ما في مجموعته هي سيارة فيراري. وبالإضافة إلى السيارات المصغرة، يجمع كرم أيضا المجسمات التي تجسد الأحداث العالمية بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية. أنا عم بعمل مجمعات جيش وحرب وكل شيء، هذا كل شيء أثر بحياتنا، نوع من مراية إنه كل شيء بتعرف لبنان مرق بظروف عاطلة بظروف حروبة، جربت حط نوع من مراية كل شيء أثر بحياتي، أعمل عدد الحروب كل شيء المراحل اللي قطع فيها لبنان من المنيح الممنيح وكل شيء، تضل تذكار حلو تيتفرجوا عليها العالم ونفرج نوع من الثقافة لقدام وخير لقدام. وتم منح كرم رقمين قياسيين عالميين خلال مناسبة يوم الأربعاء الماضي الذي تزامن مع عشية يوم جينيس للأرقام القياسية العالمية. الرقم القياسي الآخر اللي بنشهده اليوم كجينيس أرقام قياسية هنا هو أكبر مجموعة من الديورامز. الديورامز هي عبارة عن لوحة فنية بتجسد فترة معينة أو يوم معين أو حدث معين. الرقم القياسي هو بيعتمد على عدد الديورامز اللي موجودة في متحف معين. رقم القياس السابق كان 333، رقم القياس الحالي هو 577، مسجل باسم السيد نبيل كرم. ويوم الخميس الموافق ل17 نوفمبر هو اليوم العالمي لموسوعة الأرقام القياسية العالمية جينيس، حيث يأمل مئات الألوف من الأشخاص في أنحاء العالم في الحصول على مكان في الموسوعة.